يعطيك العافية، والشكر لكل الإخوان اللي يعني أيضا تواصلوا وتعاونوا مع إخواننا ومراسلينا. كنا نتمنى نفس أمس يعني العتب الإخوان في العرباوية، العتب الإخوان الكظماوية، مباراة فوز وخسارة، أطلع أصرح أعتذر للجمهور، سوينا اللي علينا، يعني الأمر فوز وخسارة، يعني الفريق خسر ما يطلع اللاعبين وما يطلعون يصرحون. اتمنى هالعاده هذه تنقطع من ملاعبنا صراحه، لان اليوم هذه المباراه، هذه الكره فوز وخساره، وانت ما خسرت. يعني البرازيل انطقت سبعه، طلع بنفس اليوم مدرب وبرر. اذا فايزين يطلعون؟ اذا فايزين يطلعون اي لا، حتى انت والغادسية ابو عبد الله لا تقول غلط، انت والغادسية كل انديتنا كلها انا اقول على الكل، يعني انا قاعد اقول كل الثقافه هذه لازم تتغير، وهذه تعتمد على صراحه، ما بيطول فيها الموضوع لان بتكلم عن مباراه، لكن ما يصير في كل مراسلين يطلعون ويبي ياخذون لقاءات، الفريق خسران لا والله ما يطلع ما حد ولا لاعب، تلفزيون الدوله ينقل ولا لاعب يطلع، اليوم يطلع اخونا مشعل عبكل والنعم فيه من منسق الاعلامي ابو محمد يمثلهم خير تمثيل ما في شك، لكن امس ولا واحد كظماوي، اليوم ولا واحد عرباوي. مباراه فوز وخساره. وسعود يعني. وسعود اعتقد الجهاز الاداري يكون خايف على اللاعبين، انه واحد يكون منرفز. فهمني بس يعني مو معقول، لا تبرير، خايف مو من خايفين من التوقيت، في لاعبين خبره، في لاعبين كلمه خبار. تطلع من لاعب يعني نفس عبد الله الشمالي، الدالي، السنوسي، هذول لاعبين خبره. انا وياك هي انا اعتقد ان هي ثقافه عموما، انا اتمنى بس هي ملاحظه هالثقافة، يعني في السعودية مثلا غرامات، ليش نوصل حق هالمرحلة؟ والله اللي ما يطلع تعال نغرمه، ليش؟ خلاص ثقافة، يبقى الكابتن يطلع ربما من ضمن العقد انه يطلع طب طيب.